بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكن بكل خير عزيزات الطالبات، وأهلا ومرحبا بكن في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. اللغة العربية لغة الحضارة الإسلامية، لغتي هويتي. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. القيمة، قيمتنا لهذا الأسبوع هي عن الإخلاص، والإخلاص هو أن يفعل الإنسان الطاعة خالصة لله وحده، ولا يرجو من ذلك توقيرا من الناس، ولا من أجل دفع ضرر، ولا كسب مصلحة دنيوية. هيا بنا عزيزاتي إلى موضوع درسنا لهذا اليوم. هيا عزيزتي الطالبة، درسنا أمس الجملة الإسمية، وسألنا ما هي أقسام الكلام؟ نعم، أقسام الكلام هي اسم وفعل وحرف. يا ترى ما علامات الاسم؟ علامات الاسم ها مثل التنوين ودخول ال ودخول تاء التأنيث. أحسنتي. الجملة الإسمية تبدأ باسم أم فعل؟ نعم، الجملة الإسمية تبدأ باسم. إذن اليوم سوف نكمل حديثنا عن الجملة الإسمية. الأهداف: نتوقع في نهاية هذا الدرس أن توظف الطالبة المبتدأ والخبر توظيفا صحيحا، وأن تعرف الطالبة كل من المبتدأ والخبر إعرابا تاما. من ستقرأ القاعدة بصوت مرتفع؟ أحسنتي. الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو اسم مرفوع يقع في أول الجملة الإسمية، والخبر هو اسم مرفوع تتم به مع المبتدأ جملة مفيدة. أحسنتي. والآن هيا بنا إلى هذا النشاط. أكمل الجمل الآتية بمبتدأ أو خبر مناسبين للمعنى، واضبط آخر كل منهما. هيا عزيزتي، فراغ متفتحة، هيا أجيبي. أحسنتي، ممتازة. الأزهار متفتحة. المثال الثاني: القدس. نعم، القدس عربية. أحسنتي، بارك الله فيك. الجملة الأولى أكملنا بمبتدأ مناسب وضبطنا آخره بالضم، والمثال الثاني: القدس عربية، أكملنا بخبر مناسب وأيضا علامة رفعه الضم. هيا عزيزتي الطالبة، أجيبي عن التدريب الفردي بالسؤال رقم 3 صفحة 85 من الكتاب المدرسي. أمامك فقط 3 دقائق، فلنبدأ. أحسنتي. السؤال يقول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ألف: درهم وقاية خير من قنطار علاج. الخبر في الجملة السابقة هو درهم قنطار خير علاج. أحسنتي، ممتازة، كلمة خير، بارك الله فيك. باء: أي الجمل الآتية جملة اسمية؟ أشكر من يساعدني، الصدق زينة الأخلاق، يعتذر الشجاع إذا أخطأ، يحب الناس المتواضعة. ممتازة، الصدق زينة الأخلاق. ولماذا اخترناها؟ نعم، لأنها بدأت باسم وهو الصدق. جيم: ما الجملة التي ضبطت بشكل صحيح فيما يأتي؟ القراءة مفيدة أم القراءة مفيدة أم القراءة مفيدة أم القراءة مفيدة؟ أحسنتي، القراءة مفيدة، لأنه جاء هنا كل من المبتدأ والخبر في حالة الرفع بالضم. أحسنتن، ممتازات.
بارك الله فيكن. والآن هيا معا نتعرف كيف نقوم بإعراب كل من المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية من خلال هذا النموذج. السماء صافية. الكلمة الأولى معنا هي السماء، كيف نقوم بإعرابها؟ نعم، اتفقنا أن الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، إذن كلمة السماء هي مبتدأ. مبتدأ ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنت. صافية خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بارك الله فيكن. والآن هيا أوقف الفيديو ثم أجيبي عن هذا السؤال. محمد نشيط في عمله، أعربي ما تحته خط. كلمة محمد ونشيط. عدنا من جديد. من قامت بالإعراب؟ هي أحسنت. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ونشيط أيضا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بارك الله فيكن. والآن عزيزتي، الواجب المطلوب منك هو كتابة جملة اسمية معبرة. بارك الله فيكن، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.